عندك اكزيما تب تفتك منها، مليت من الكريمات انا ادري عندك. ركز معي اول شيء، خلينا نفهم شنو من شنو الاكزيما تي. ركز معي، شوف الاكزيما عباره عن شغلتين بجسمك، في ناس تشيل واحدة يبقى واحدة، لا نبي نشيلهم اثنيناتهم ب 15 يوم بشهر ماكو شيء اصلا في اسمه اكزيما. ارتفاع بالهستامين، يعني شنو هستامين؟ عندنا بالجسم شيء اسمه هستامين، هذا درع الحماية حق الجلد. حلو، اي اثر خارجي يطبع الجلد يرتفع الهستامين يبي يدافع عنك، وهو اللي يجيب لك الحكه. وعندنا ارتفاع بالاندروجين، شنو الاندروجين؟ احنا لما نخربط بالاكل ونحفس وايس كريم وسكريات والزعل قلق توتر يرتفع الكورتيزول، الكورتيزول يرفع الاندروجين. ركز هني، الاندروجين شو يسوي؟ يزيد القدد الدهنيه، يعني شنو؟ يعني الدم والاكسجين لما بيروح حق الجلد ما يقدر يوصل له، ليش؟ في قدد دهنيه فيقعد، فبعدها ما يوصل له دم والاكسجين، فالجلد يصير حيل حيل ناشف. لما يصير ناشف شنو راح تسوي انت؟ راح تحك، بعدها تي بكتيريا من برا، بعدها من يستوعب؟ الجهاز المناعي الهستامين، وهو اللي يخليك تحك حك ويطلع مكان مكانين ثلاثه. نبي نضبط الامور هذه، شنو نسوي؟ عندنا دقيقتين بخلص الفيديو. رقم واحد، عشان لمعاء ننزل هستامين وخر عن كل شيء فيه هستامين، فواكه، اكتب جوجل اطعمه هستامين وخر عنهم، وناخذ بكتيريا نافع الصبح وقبل النوم، ونشرب شاي عرقسوس خلصنا من الهستامين. الحين الغدد الدهنيه، ناكل خضروات صليبيه، اكتب جوجل خضروات صليبيه راح يطلع لك من افضل الاشياء مكمل دي اي ام يكسر الاندروجين، واستخدم زيت الخامان الاسود حبه من داخل ونشق الحبه نحطها مكان الاكزيما سواء هني او على الجلد. 15 يوم بالكثير شهر ما في شيء اسمه اكزيما. عيد الفيديو شكلك ما استوعبت.